الدكتور مديله مخدر بسبب الانهيار اللي هو فيه، وخايف على جرحه يفتح بسبب اللي بيحصله لما بيفوق، وصدره مقفول فمركب له اكسجين عشان مش عارف يتنفس. الله يكون في عونك اخوي، الله يكون في عونك يا حبيبي. تسلم يا ست البنات، كتر الف خيرك. انت اللي بدأت يا ابن فاطمة، مش من ساعة ما كلتنا، لأ من زمان قوي. اشوفك في الاخرة يا ابن ابويا. حضرتك يا دكتور، كنا قاعدين بره سمعنا صوت هبد، جينا لقيناه مرمى على الارض. ما تسيبوهوش لوحده تاني وحد يفضل معاه طول الوقت. حاضر يا دكتور. شويه وهاجي اطمن عليه عشان ننقله على اوضه. حاضر يا دكتور. وانت ايه اللي مخليكي شاكه ان طليق له يد في الموضوع ده؟ عشان رضوان راح معايا البيت عنده عشان اخد ورقي وحاجتي، وقفشوا مع بعض. وبعديها هاشم بعت لي رساله بيستحلف فيها لرضوان. والرساله دي معاكي؟ اه اتفضل. وفي حاجة كمان، رضوان كان قال لي انا وامي انه شاف هاشم عندنا في الشارع بعربيته، كان بيراقب رضوان. امتى الكلام ده؟ قبل الحادثة بيوم واحد، والناس قالت ان في عربية خبطتهم وجريت، فاكيد كل الحاجات دي وعربية تخبطهم وتجري اكيد كل ده من طرف هاشم. مش شرط، ممكن تبقى صدفة. على العموم انا هعرف بطريقتي. انا بس هستاذنك هتستني معانا شويه لحد ما ابعت اجيب طليقك، خصوصا ان عارف المشاكل اللي بينكم. المشاكل اللي بيننا ملهاش دعوه حضرتك، بس انا عندي شغل، ممكن اروح وارجع لك تاني؟ ازاي يعني؟ انت جايه تبلغي على المحفظه ضايعه؟ انت جايه تتهمي واحد في جريمه قتل؟ فهترتاحي معانا شويه لحد ما نفهم الموضوع. تعالى لي يا رفعت. أوامر يا فندم. المدام هتستنى معانا شوية. اتفضلي. وبعت لي طه. تحت أمرك يا فندم، اتفضلي. افتحي هنا لما الباشا عاوزك يطلبك. حاضر. الو. الو. صباح الخير يا مستر ايمن. اهلني. اقول له صباح النور، انت فين؟ انا اسفه يا مستر ايمن، مش هقدر اجي النهارده، عندي حاله وفاه. ده قلبها ايه في حياتك؟ مين اللي توفى يا علا؟ خالي. فقال لا علا، بس خلي بالك الحاجات دي غلط قوي، انت لسه في بدايه شغلك. انت عايزه تثبتي لنا انك ملتزم. والله العظيم انا غصب عني، وعمرك ما هتشوف مني عدم التزام. انا محتاجه شغلي قوي ده يا مستر ايمن، وما عنديش اي استعداد اقصر فيه. هنشوف يا ولا هنشوف. يعني عادي لو ما جيتش النهارده مش هيحصل مشكله؟ خلاص يا ولا مفيش مشكله. شكرا يا مستر ايمن، والله العظيم انا مش عارفه اقول لك ايه، اشكرك. خلاص بقى يا ولا، اشوفك بكره.